بطبيعه الحال باش نبدا الشغل غادي نحيد هادشي كامل، خاصو يتحيد، وغادي ندير تايب كامل على كله راوند الحيوط لهنايا، غادي ندير تايب سو باش ما نوسخش. وعاد غادي ندير هاد الكالر، غادي نعاودو ما يبقاش هكا مات، غادي نجيبوه هاي جلاس. طبعا الحال غادي نحيد حتى هذا هكا يتصبيط باش ما نوسخش. شتو كيدير لها كله باش ما توسخ لي حتى شي حاجه، و باقي لي تحت المرايه. هذه الصبغه الاوليه، اوكي هذا الويندو. شتو ضروري كندير ديك الصبغه الاوليه البريميوم فيرست وان بيكوز ذا وود اتس نوت ذات ريلي سوفت وود. باقي هذا بزاف ينشف، هذا غادي ندير الهاي بلاس بينت. طبعا الحال دائما كنبدا بالفوق باش منين نجي لتحت ما نوسخش حوايجي. ولاحظوا ما كاين حتى شي قطعه قليله، لقيتو شي حاجه قليل يعني قليل بزاف. وتنخدم معايا واحد الطوسه ديال الماء وما ندير فيها زكي، الا لقيت شي نقطه كنحيدها داغي باش ما كنتعذبش. كان طاحت لي نقطه وحده هي اللي طاحت، راهي this one right here right there. مسحتها بصبعي و مسحتها في المنديل، هادشي اللي كاين. هادشي كله ما غادي يبقاش باين، هذا غير بريميوم باش كنحيدو هاد اللون الجميل. كنسد الضوء على الحمام، والحمام غير صغير لان جا في الجنب ديال الدار وفيه الشرجم يطلع على الشمس، وزايد باللون الغلق. نو 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 عطاه منظر والله. وعاد غادي يتقاد، هذا ماشي صباغه، هذا فيرني، يعني دارو غير الفيرني ديال الخشب اللي هو غالق، لاحظتو ماشي صباغه باقي يعني ماشي شي كود فينيسيون دارو في هاد الكابينات. دابا غادي نبداو في الهاي كلاس، سالينا من هاد الشيء درنا كله شيء. ايوا يلا نبداو سالينا طيب. بس عاد نحيد التايب تنطريف في البيض حسن، طبعا طفيت الضو كيفاش حسن. بصي دابا راه عندنا ست اشياء تاع الحال الضوء، الحمام يكون شويه ضوي. شنو رايكم؟ بر بصعوبة حتى هذا، حتى هذاك صبغتهم، هذا صبغتهم، هذا الباب تاعهم صبغتهم. الصندوق كي جا زوين، غسلت ليه ليطاج ديالهم، غسلت الحمام، رجع لهم مشاغلهم. هادي عندهم ملي كانو بيبيز، هادي تتغولي شي تتسنان. إوا شفي كاين، قولوا لي رأيكم. كاين زوين 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 زوين، أنا عجبني. شوفوا اليوم غادي نشارك معكم تتمة ديال الحمام اللي كنصبغ. المهم اللون ديال الحمام نفسه ما غادي نغيروش، غير هو كان الستايل ديال الصباغه او النوع ديال الصباغه مات، داير بحال الشكل ديال الجير. انا اليوم شريته سيمي غلاس اور سيمي غلاس. وبطبيعه الحال غادي نشارك معكم الفيديو ديال البلاكارات ديال الحمام، كانوا مايين الدار الاولين دايرهم بواحد اللون غامق، شكلاط غامق ما حملتوش صراحه. فغيرت الكابينات ديال الحمام، صبغتهم كلهم بالكلاس دوغري، الكابينات كلهم ولاو وايت بويد. كان شريت الرولو ديال الصباغه، شوفوا واخا تيكون موسخ ما كيتحتاجش تغسل، قطع
طريه خليه ينشف. هانتوما ساهل بزاف، ما كنحتاج شي نغسل البانيو الصباح اللي كنكون كنصبغ فيه. هذا هو المزايا ديال هاد الصباغ. حنا يعني انا ما محتاجاش ندير التماره، ملي كيشط عليا البانيو هكايا مسخ ما كنحتاجوش. هكايا ات ايزي تو بيل، كنقشروها ساهله بزاف. اوكي هانتو بحال اللي كنت كنكذب، وهاد القشيرات الصغار تبقاو غادي بحال قلتي كتمسح بقومه. سو غادي نبدا على بركه الله نخوي الصباغه اللي غادي نبدا نصبغ بها، وهذه دايره بحال الساروت. هذه راه خصها معلم باش يحلها. اوكي بيو يعني هكا حليتها يسي. وهذه او ماي جاد، نتمنى تكونوا شفتوها. ساليت الحمام الصغير، دابا بدينا في الكبير. الكبير البروبليم اللي كاين هو انه هاد البار اللي فوق التيب باغي يلصق بزز، لصقتو في الحمام الاخر بواحد الطريقه لان صافي جاب لي الصهد. المهم باقي لي هاد المسافه كلها غنضرب الحمام وفوق الزاج، يعني غندخل من الحمام من الداخل وباقي. يلا دير هاد البلاصه تطيح، درنا هاد البلاصه تطيح وتعاود طيح وتعاود. صبق هاد الصايب هو الاول لان شويه قصير، غادي نستعمل السلو حيت تصور من الحيط كامل، يعني خويت الحمام باقي لي غير هذا باقي ما غادي يوصلوش. هذا باش قلت لكم علاش ما بغيتوش مات، هو نفس اللون ما تحسوش بالفرق. انتو لاحظتوا شوفوا بحال هاد الخيوط المتدليه في الحيط اللي كنتو كتشوفوا بحال هاد الخط وهاد الخط. لاحظوا نتمنى يكون كيبان لكم. شوف لاحظتوا هنايا انا الخطوط هذه، هذا ملي تيكونوا كندوشوا في الحمام. لاحظتوا شوفوا كدايا، ملي كنكونوا كندوشوا في الحمام واخا كنشعلوا الفرفاره ديال التهويه اللي كتحيد البخار ديال الحمام. هانتوا سمعوا الحمام كبير وهي صغيره، كاين هنايا هي تهويه ديال التواليت و اون طون تهويه كتحيد البخار من تنفرو كندوشوا بطبيعة الحال. فما كيمشيش طاغي سورتو الا كان شي واحد تيستعمل الماء سخون، يعني الماء سخون. فهذيك الخطوط شوفوا هذاك كله غير بخار ديال الماء، ملي تيعرق الحيط ملي تيعرق الحمام الحيط تهبط بالماء خيوط متدليه. فملي كيكون الصباغه مات فلات تيبان فيه، يعني بحال اللي تيشرب الحيط تيشرب وتيخلي الرسمه ديال الماء. هانت انا غادي نوريها لكم هكايا، شوفوا كي كيبان، نتمنى يكون واضح لكم. كاينه نقدر نزوميها يا شتو لاحظتوا هذا علاش كندوز. فقلت مع بالي غادي نجي ندير الهاي كلاس ولا السمي كلاس. فدابا غادي تشوفوا الفرق. انتو لاحظوا اللمسه ديالو حرشه، سمعتوا اللمسه حرشه. وملي غنصبغو وينشف غادي تسمعوا الفرق ديال بحال قلتي مصبغينو بالجير، ولكن هي صباغه ممتازه. ايوا تابعني خدمه بالحق، غادي نحيدو غد النهار ان شاء الله. عندي تماره يا الحباب، عندي تماره، وهنا ضروري كنمسح عاد كندير لصقه. كتلصق مزيان في الارض ماشي مشكل. ايوا واش من لك. اوكي كتجيبيه مضبوط. اي عرفتي شنو صعيبه القضيه؟ شوف هنا ضروري الا كان شي احساس بالحيط عرقان كنمسحو عاد باش ندير التيب. عرفتي راكبه فوق السلوم ما كنحملش السلوم، عندي فوبيا من العلو، يعني كنطلع وانا كنشجع راسي براسي، ولكن في نفس الوقت الماصل ديال رجليا كيوقف كيتشنج كانني طالعه منتحر. فعلا تنتحر من تنغامر بان عندي فوبيا ومن طن تنتقوى عليها. سيمبا.
is looking at me. Let me in. Hi Simba, good morning. He knows I'm here, so he's gonna knock on the window. You see? Oops. غادي يطلع غير ما عرفش ينقض هذا المره. ها هو هاي سيمبا. مسكين راه سيمبا غادي حماق. خرجيني دخليني والله الا غادي حماق. شوف كي كيدور هو والحافه ديال الشرم. سيمبا هلاو سيمبا. ايوا هالحمام كمل هادو. شوفوا لحد كيعاطي بالضو. انا ان بيربز هاد الشرجم وباقي الصباح بكري وشعلت الضو باش تشوفوا تحتو. شوفوا احتي جا غزال. شوفوا علاش كندوي شي نفس الحيط اللي كنت درت فيه هدية. اسمعوا الملمس رطب. عقلتو فاش حكيت يدي في الحيط حرش 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 لحتو. شوفوا حتى ديك العيب ديال البخار ديال الماء ملي كيكون الحمام شاعل سخون وتيبقى الحيط كله هابط شراطي 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 مشى. خليت نفس اللون غير غيرت الدرجه ديال الصباغه فديرتها سيمي غلاس او سماي غلاس. ولكن شوفوا كي جا عرفتي جا زوين 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 ما نعاود لكمش عليه. شي كيبري غزال جا زوين. وليني راه ضربتو جوج ضربات twice. I painted twice just to cover how it was. شي كي جا حمام جا زوين. وغادي نشارك معكم باقا كنقولها ونعاودها. غادي نشارك معكم كيفاش كيولي عندي الحمام كيبري لان عرفتي جربت بزاف ديال لي برودوي بزاف ديال البروداكت تو كلين ذا شاور ما لقيتش بحال هذا اللي كندير دابا. ما نستغناش عليه ما نستغناش عليه بالكل. عرفتي شي حاجه رائعه. نشوفوا حتى البلاكارات انا اللي صاوبتهم غادي نشاركهم معكم بطبيعه الحال. غندوزو في هذا الفيديو النيت كان فيهم واحد اللون زعما هذا اللون شتي شو كي داير. هذا ملي بنتي حيدت السكوتش قشرته غادي نرجع نفيكسيه. هذا اللون ما عنده حتى معنى حتى معنى حتى معنى. يعني واش هذا اللون زعما يدير في الحمام؟ وليني رجع شي حاجه عجبني. نتمنى انتم يكون عجبتكم عجبتكم الفكره. دائما كي تشوفوا مثلا بحال هذا المشكل كان عندي انايا هذا هو الحل ديالو. فعندما تكون ديك الصباغه الجيريه ولا الجير شريو الكلاس ولا سيمي كلاس. اتس وورث ات وورث ات. عرفتي الا كنتي كتحس بالحيط كامل الحيط كامل هابط شرشوره ديال الماء خيوط خيوط متدليه نقول عايشين في جليد الالاسكا. او ميم طون اش غادي نقول لكم هاد الصباغه مسح ورد. يعني ديري منديل فوطه ديري اي معطر ديال الحيط اللي كينظف وتمسحي الحيط بحال اللي كتكذبي والصباغه ما كتقشرش وما كتطلقش وما كتكشفش. سو غود. هو تي في الحقيقه تيقول لك زيد الماء زيد الدقيق وليني تستاهل تستاهل. راه بحال قلنا هاد الصباغه فور لايف سيريز يعني اونستلي. انا في ما مشيت تنصبغ وما تنبغيش الالوان اللي تكون على الدار ملي تيكونوا الناس فيها ساكنين. تنبغي ندير ذوقي صراحه يعني اللمسه ديالي فاش نرتاح انا. هي الدار في الحقيقه كلها انا اللي صبغتها صراحه. راه شوف عاد فقت من النعاس يعني بقيت بيت النعاس ديالي ما مصاغبش. المهم انا نبين لكم غير هاد الحيط. هاد الحيط هذا كان في الغوج. ولدي الكبير ملي كان ركب التايب ركبو شويه زايد على الحيط هابط. فانا ملي صبغت وحيدت التايب بقى ديك اللون. شوف داك اللون الغوج. I hated just that side. والاذر سايد كان في ديك في اللون ديال اوف وايت. يعني ما كان عطي حتى منظر صراحه. وهذا هذا هو الحمام ديالي والحيط انا فرحانه به
فرحانة بالحط، عرفتي big difference. الأولى دائما فرولو دائما غير دي شخبت شخبت على الحيط دسته وكي تسد شوف يعني فرمشة عين. وحنا ما شاء الله النساء راه فين ما حطيتينا تنحطو انتي هذه هكا مشات هكا محتاجة الشيطة غطات لي كلشي حطو. دابا هذه غادي تلبس داغي حيت كلشي رقيقة وغادي نعاودها وتاني زعما هائلة. شتي علاش التايب مهم؟ كيحافظ على كلشي. ما عمرتش هنا، هاد الصيد ما عمرتوش، غادي نمشي غير للحد هكا وكيكافري كامل. شتي كتمشي كلها. ودابا ملي غندخل مع الحاف غادي نعمر العرض لاحظتو. شتي الشراطي ديال الشيطة الرولو كيمسح كلشي بحال هاد الشكل. شتي كي كيكافري الرولو تيكافري، هدا باقا مدرتوش. دابا الرولو هو ليا، الرولو تيمسح هداك لتراس ديال الشيطة حيت هاديك غير الصبغة الأولية لي قلتلكم غي كافريت بيها. هدا المدر غادي نزيدو غي تنمسح باش الشيطة تبقى شعامرة ديال مزيان. إيري هكا مغول ديال الشرجم لأن مبغاش يقبض كيرجع في وجهي. هادو الشرفات ديال الويندو ماشي مشكل. دابا نقدر نتبع كيما قلتلكم كنمشيو اكس باش كتساعدنا الروم انه يخدم. وملي كتصبغوها عاد ديك الساعة كترجعو ديرو هبطة وحدة سامبل. عرفتي قتلت هاد الحروشية ديال هاد ديال هاد البلاكار قتلتها. هاداك الشراطي ديال الشيزة كلو كيمشي بحالاتو. شوفو انا راه كندير كلشي في الدار بيدي، لا انا لا راجلي. فيما كيبان لي شي عملية داروني ولا شي اصلاح في الدار ولا شي زيادة ولا شي ميك اوفر ما عنديش مشكل انا نديرها. وخفيف ظريف الرولو كيما كيشدش الوقت بحال الشتاء. دابا غادي هاد الكوش غادي تكون شوية هيفي الشتاء ولا الرولو غادي يكون عامر. لاحظتو غادي يكون عامر. غادي نهبط غادي نمشي كنبدا من الوسط دايما باش لي هنا غادي يهبط لي تما غادي يطلع هبطة وحدة هبطة وحدة وطلعة وحدة وهي غالبة. كتبان ليا شي ضربة خفلتها كنرجع ليها ماشي مشكل كتصيح. سي غادي ندير هذا هكايا يكبر جهة الباب راني مغطية مغلفة المرايا فهي ما تقشى ولا تقصت. هو داغي كيتقشى وكيتغسل ما كيخسرش كيتمسح. هاد الصباغة ما كتقشرش نهائيا لا مع البخار ديال الحمام ولا مع الماء اللي بغات توصلي ولا حتى شي حاجة. هذا ساليتو داغي ما كملاش شي 5 مينيت. شوف غادي تغبر داغي هاد الضربة ديال الشيطة مبانهاش. وهنا الضربة الأولى رقيقة غير كنمسح الرولو بيد ما نجيب عوتاني الثقيلة. عرفتي خدمة ولا سحر. وهاديك اللي هنايا غادي نديرها في الشيطة رقيقة عوتاني. هنا كذلك ومثال لاحظو هنا غير كنمسح دابا الرولو بيد ما ندير عوتاني الكش الثقيلة. هانتي كيغطي لي هادوك الشراطي كاملين. هادوك بالنسبة ليا ما نحتاجوهمش. دابا الطبقة الأولى وخا يبانو لي هاد الشراطي الطبقة الثانية اللي غتجي تقيلة غتغطي لي كلشي. هادشي باش كنبغي أنا الرولو يعني الخدمة ديال نص ساعة معلم خوكم
الزحافة ندير لها هكا. الرولو عنده واحد الدور رائع. هذا عاودناه بالصباغة ديال الزيت الحق من بعد الشتاء، غادي ندير الرولو باش يتسمو تنبل مزيان. بسم الله ملي غادي نشفى ثاني غادي نعاودو بالحق هذا، غادي ندير له واحد الديكور غادي يجي هائل، ما غادي يبقاش هاد الحروشيه والطبق. سالينا الصباغه عاودناها، دابا كنغلفو هذا المسترات او الشعوس جاست ام غانا تافو مغات يو سي جاست لايك ذات. ماشي بالضروره نغلفو كلشي، انما هذا اللي كيكون في الواجهه، هذا اللي غيكون في الواجهه هو اللي تنحاولوا ما امكن نغلفوه. اوكي، لو كان عندي القاعد بزيت كنت غادي نغلف كلشي، ولكن ماشي مشكل، هو الويندو دائما تيكون مسدود. اوكي، سو فار درت اربعه، كان عندي ديجا جوج مغلفين، دابا خصني الغالب البابي غادي يوقف ليا، وليني معليش غادي يبقاو ليا واحد ثمن جوج ولا ثلاثه دو ماكس نقدر عاوتاني نشري النظر رولو. هو ماشي شي حاجه كثيره، خصها تكون عندك الكانه، خص يكون عندك الخاطر وتخرجي الوقت من لا وقت وحق الله. انا راه بزز باش كنخرج هاد الوقات، ايوا كنصبر وصافي. فهذا هو البابي كولون، راه كيتحيد سهل هذا والله، كيتمسح بالمنديل فازك وديري له جافيل عرفتي، كيتمسح كيتنقى ما كيخسرش نهائيا وكيبقى بالسنين. وانا مغلفه به البلاكارات ديال الكوزينه كاملين، ما محتاجينش شي هندسه، ما محتاجين حتى شي حاجه. اللي كندير هو انني كناخذ العبار ديال هذه كنحطها على البابي، كنعاين عندي واحد القياس اللي هو هذا باش يقدر يغلف ليا واحد شويه ديال الجن هكذا، كنمشي معاه هذا هو القياس اللي انا ضاغا. شوفوا واخا هو ماشي غادي بنفس الخط، وانما انا يا ما شاء الله عندي واحد القدره على انني نوازن الاشياء بعيني، الحمد لله على عطاء الله، هو انني نقدر نميز دايريكتلي بلا ما استعرب لا والو، كنعرف كي كنزيد، يعني كاين واحد التوازن ما شاء الله. واكيد عند الناس بزاف ماشي غير انا، انا من الناس اللي كيمتلكوا هذه الملكه ديال نقدر نقطع بلا ما ندير خط مستقيم. سو تنقدر نوازن، ما يجيش بيرفكت وليني غادي يجي بالعبر المطلوب اللي انا باغا، هو هذا بلا ما استرا بلا والو. لاحظتوا بالمسطرة بالوالو اش كندير، كاين طريقة سهلة، هو انك تاخدي غير هكايا بحال هكا وتحطيه على الخشبة بحال هكا، انتي كتجري وانتي كتبريسي. انا كما قلتكم عندي ديك الملكة ديال التوازن، كنحيد كلشي ما كنبقاش مصدعة راسي ديال، كنجبدو هكا مزيان بيديا شتو، كنجبدو هكا مزيان ما كاين لا فراغ لا والو، سهله. وهذا انا درتو زايد باش ندير له هكا شفتوا، هذا هو اللي كيجي في الواجهه نيشان الحقيقه، خصها يكون الخاطر والصبر. شوفوا تقريبا لكم لي ما كندير لا مسطره لا والو، والله بقى لي هذا الطرف اللي هو جعل العبر ديال الخشبه نيشان، فان شاء الله نحتاج غير جوج خشبات ان شاء الله، وان كان نقدر نحتاجهم او ما نحتاجهم شيء ماشي مشكل. بطبيعة الحال البلاكار ملي تيتصاوب يتصاوب، يعني هذوك الجوج اللي بقاو ليا خصني نشري الكمالة زاد كلهم
زيوت الشعر والبروتك ديال الشعر ديال البنات والهير سبراي الأدوية الخفيفة يعني هذه من صنع يدية هانتوما كما قلت لكم غادي نشارك معكم الصناعة التقليدية أو الأعمال اليدوية اللي كندير هذا كله أنا اللي مصاوباه هذا بلاطو ديال الفضة ثقيل استغنيت عليه في الحقيقة قلت غادي نديرلو نديرلو هذا المنظر هنا حطيتو لأني ممكن يدار في استعمال آخر غير هو البلاصة اللي حكمت عليه جا لهنايا الجهة الأخرى ها هي في الحقيقة بقاو ليا جوج ديال الخشبات أونص هذه ما كملاتش وجوج ما يليه اوكي وضروري ضروري ضروري غادي نصاوب حتى البارم لان في الحقيقه واخا البلاكار كيتسد او الويندو كيتسد فما كيبان يعني كيبان الفرق وهنا الاكثريه الدواء واشياء خفيفه ديال البرد والرواح فازلين مهم شويه ديال الماسك ديال الوجه مستلزمات وصافي هذا مجرب فيه معدات الحسنه ولا ماشين ديال راجلي وولدي يعني فارقين الادوار هما ما عندهمش بزاف نشارك معكم هذه عرفتي وثقيله شي شحال غزاله شفنا هذه من بين المشتريات اللي مازال غادي نشارك معكم المشتريات شي حاجه زوينه زوين عجبتني عندها وجهين لعملة واحدة عجبتني صراحة بنتي بحال ديك القلة اللي كنهزو على راسنا ونعمروها من الواد شوف انا قلت لكم اي حاجة عندها علاقة بالصناعة التقليدية بديك الشي البلدي القديم كيعجبني تديني القريه تديني العربيه كيعجبني انا هذيك الريحه كيعجبني الناعوره المغزل الصوف هذاك الشيء كله كيعجبني حيت حليت عيني على جدتي وعمتي الله يرحمهم بجوج جدتها ما شاء الله كانت عندها الناعوره ديال الغزل الصوف عمتي الله يرحمها كانت كتغزل على المغزل على رجليها عرفتي كانوا كيديروا واحد الصوفه الخيط الصوفه رائع مي ما شاء الله عليها كان عندها المنجج في الدار كانت كتنج هوايه في الدار كتطلع الحلاوه من يديها الطرز المهم الصناعه التقليديه الخشب حديت ولا حرج المهم هذه هي البلاكار اللي قلت لكم درتها هي كتسلت ف خبات اللي خبات ايوا سلام.